مرات يجيك سؤال جوابه منا وبيه. اسمعوا هذا مثلا: عرف طريق الموت ثم علل انهيار الأمن في المناطق المتنازع عليها. طبعا جواب طريق الموت متضمن بالتعليل. طريق الموت هو اللي يربط بغداد بكركوك هالأيام، أما تعليل الانهيار الأمني بالمناطق المتنازع عليها فمين راد لروحه لداقوق. العلة هي غياب البيشمركة. اي نعم، طريق كركوك صار مرعب والخطف صاير بفلسة ونص. الدواعش ماخذي راحتهم والأوضاع الأمنية سيئة للغاية حسب تصريحات الأمين العام لوزارة البيشمركة اليوم. الخطر واسع وجاي يتوسع مثل نقطة حبر من حدود ديالة وقرى تبة إلى مناطق طز خرماته ومحيط كركوك وصولا للداقوق وجلولا. لا بل أنه آسو مامند مسؤول مركز كركوك باليكتي يقول أنه مسلحي داعش جاي يفترون علينا بضواحي كركوك، والناس تشوفهم وتسلم عليهم. تسلم عليهم هاي من عندنا، الأحرى تنهزم منهم. وكل هذا ما كان ممكن يصير لولا غياب البيشمركة اللي تعرف كل الزواغير بذيك المناطق. هيك يقول الكورد، وأيضا هيك يقول عمامنا الأمريكان اللي أكثر من مرة أشاروا للانهيار ونبهوا له من أيام عودة المناطق المتنازعة عليها السلطة بغداد. السؤال هنا هو التالي: هل الملف أمني بحت؟ لا طبعا، الملف سياسي قبل ما يكون أمني، وهذا التداخل يشمل كل المناطق المتنازع عليها. العلة أنه بالمناطق القلقة سياسيا واجتماعيا ممكن دائما استخدام الملف الأمني لخدمة أجندات سياسية. اليوم مثلا النائب شوان داودي أشار أنه عمليات الخطف اللي جاي تكثر بكركوك مهمتها هي تحقيق أجندات سياسية، وأضاف أنه الخاطفين مو من داعش. منين يا ترى؟ ما قال، بس الحسكة واضحة. طيب ليش داعش يعلن عن تبني هاي العمليات إذا هي مو فعل قوى أخرى؟ هذا اللغز ممكن ينحل لاحقا إذا عرفنا نوع العلاقات بين داعش والقوى اللي تجندها أو تستغلها، بمعنى أنه السيناريو هو توظيف بعبع داعش لتحقيق أجندات تعكس صراعات بالمناطق المتنازع عليها، صراعات كردية تركمانية، كردية عربية. مع هذا مو صحيح التعلق بهاي النظرية ونسيان الواقع الفعلي. والواقع الفعلي يقول لو غاب القط العب يا فار. والقط هنا حسب ما يشوفون الكرد هو البيشمركة، أما الفار فهو داعش أو اللي يحرك داعش أو اللي يأجر داعش على القطعة. زين الحل شنو؟ الحل من وجهة نظر الكرد هو إعادة انتشار البيشمركة بالمناطق المتنازع عليها وعودة التعاون الأمني بين بغداد والإقليم، وهذا طبعا اللي يريد التحالف الدولي وجاي يشتغلون عليه من فترة. ويبدو أنه اتساع أعمال الخطف سرع من وتيرة الاتصالات، وآخرها اجتماع مهم بين منظمة بدر وقيادات بالبيشمركة لترتيب عودتهم. تعرفون أنه بدر هم اللي لازمين هواي مناطق جنوب كركوك وشمال ديالة، والظاهر جاي يشوفون بعينهم مقدار الهشاشة اللي صارت. ويبدو بحكم كونهم يقودون الداخلية اشتغلوا على هالملف بقوة، وانه بعض قوات الاسايش عادت بالفعل الكركوك. واليوم بالذات جبار ياور اعلن استعداد البيشمركة رسميا لتسلم الملف الامني بالمناطق المتنازع عليها، بس بشرط ان يكون هناك اتفاق شامل مع الحكومة ببغداد. يعني الناس يريدون يعرفون خريطة واضحة لحل شامل، وهذا معناه انه طريق بغداد كركوك مو بس امني بل سياسي. ومن يكون طريق موت معناها يحتاج حل شامل مو بس نصب سيطرات وكاميرات. اي نعم، مرات يجيك سؤال جوابه من نوبي: عرف طريق الموت وعلل تحوله لطريق للموت.